السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله متابعيني. اليوم فيه قصة لفارسي أعجمي يجيد اللغة العربية بفصاحة، حتى أن العرب إذا سلف معهم يسألونه: من أي القبائل أنت؟ وفي يوم من الأيام دخل في مجلس وبدأ يتحدث معهم، فسأله أحدهم: من أي القبائل أنت؟ فقال: أنا فارسي وأجيد اللغة العربية خيرا منكم. فرد عليه العربي: حسنا، اذهب إلى فلان ابن فلان، فإن عرف إنك أعجمي فنحن أفضل منك، وإن لم يعرف إنك أعجمي فقد صدقت. قال الفارسي: حسنا. فذهب إلى بيت العربي وطرق الباب، فردت ابنة العربي قالت: من بالباب؟ فقال الفارسي: أين أباك؟ فقالت البنت: أبي أفى إلى الفيافي، فإذا فاء الفي أفى. فرد الفارسي: أين أباك؟ ما فهم. فقالت: أبي أفى إلى الفيافي، فإذا فاء الفي أفى، وهي تعني أبي ذهب إلى الصحراء، فإذا حل الظلام أتى. وجلس على هذا الحال يسألها وهي ترد عليه: أبي أفى إلى الفيافي، فإذا أفى الفي أفى. حتى جاءت أمها وقالت: يا ابنتي، من بالباب؟ فقالت: أعجمي. هذه البنت، ما بالك إذا جاء الأعرابي؟ لو في زمننا هذا كان قال: أفى الفي وإحنا ما أفينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أين أباك؟ فقالت البنت: أبي أفى إلى الفيافي، فإذا فاء الفي أفى. فرد الفارسي: أين أباك؟ ما فهم. فقالت: أبي أفى إلى الفيافي، فإذا فاء الفي أفى، وهي تعني أبي ذهب إلى الصحراء، فإذا حل الظلام أتى. وجلس على هذا الحال يسألها وهي ترد عليه: أبي أفى إلى الفيافي، فإذا أفى الفي أفى. حتى جاءت أمها وقالت: يا ابنتي، من بالباب؟ فقالت: أعجمي. هذه البنت، ما بالك إذا جاء الأعرابي؟ لو في زمننا هذا كان قال: أفى الفي وإحنا ما أفينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.